وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث في هذه المرحلة عن حدث صعب يواجه الجنود الإسرائيليون في مدينة جنين، وأيضا علمنا عن وصول مروحية عسكرية إلى مهبط مشفى رمبم. على ما يبدو هناك مصابين، وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن ربما قتيل، لا تأكيد حتى هذه المرحلة. ولكن أيضا في المقابل نتحدث عن أنه قبل قليل أنهى قائد الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي تقييما أمنيا أيضا مع قادة المناطق العسكرية لبحث أيضا التطورات على كافة الجبهات، وما يرد خصوصا أيضا في منطقة الضفة الغربية في ظل التطورات المتصاعدة. وأيضا ما ورد يعني في البيان أن رئيس الأركان أكد على الجهود المستمرة الهجومية للجيش الإسرائيلي خصوصا في البلدات والطرقات ومناطق التماس في الضفة الغربية، وتحدث عن جاهزية واستعداد، وأيضا كذلك أشاد بالحملة العسكرية الواسعة في شمال الضفة الغربية. وأيضا يقول إن هذه العملية تحديدا أيضا في منطقة جنين تهدف إلى منع ما حصل بالأمس كذلك أيضا في منطقة جوش عتسيون. في المقابل أيضا نتحدث أنه حسب أيضا كذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت أن هناك سيارة ثالثة مفخخة أيضا خرجت بالأمس من الخليل، ولكن لم يتم رصدها، وبالتالي ربما الجانب الإسرائيلي يفحص أيضا أو يدقق في هذه المعلومات، وربما يعني يفحص وجهة هذه السيارة. لا معلومات إضافية حول هذه أيضا الأخبار الأخيرة. ولكن أيضا نفيد بأن القائد اللواء الذي أصيب بالأمس هو قائد يعني يحظى برتبة عسكرية كبيرة، أيضا يعني تسلم فقط يعني قبل نحو أسبوعين هذا المنصب قيادة اللواء، وأيضا هو شارك في حرب الإبادة طبعا المستمرة على قطاع غزة، وانضم يعني في بداياته كذلك لوحدة الإنقاذ الخاصة في الجيش الإسرائيلي 669، وأيضا شغل سابقا كذلك قائد لواء كفير مشاة النخبة في الجيش الإسرائيلي، وأيضا كان قائد لواء عوز المتخصص بتنفيذ عمليات خلف الخطوط، كما أيضا شارك في العدوان على لبنان تموز 2006. لذلك يعني هذه العملية يقول الجانب الإسرائيلي أنها أيضا يعني نوعية، وكان من الممكن أن تؤدي إلى إصابات وإلى قتلى حال أن وصلت إلى أهداف أو إلى قلب هذه المستوطنات، وبالتالي هذا يعيد مشهد الانتفاضة وأيضا العمليات التفجيرية وكذلك شبح العياش إلى أذهان المستوطنين وكذلك أذهان الإسرائيليين.